كرسي تجاوزها. ايوه اسمه ايش يعني؟ شوف في خطا ايوه وقع فيه سعود السويل رئيس نادي النصر ومع النائب والمشرف العام. اجتمعوا مع كارينو بعد التوقيع معه. واثناء المناقشه اكتشفوا انه كارينيو ما عنده ذاك الفريق الفني الكبير. بمعنى لا يوجد عنده لا محلل ولا محلل اعتقد بيانات ولا يوجد راصد ولا يوجد الفريق الفني اللي عاده يكون مرافق مكمل لادواره مرافق للمدرب الكبار. هو مدرب اكثر من مدير فني بغض النظر عن هذا. لا بقصد طيب تجاوزوا النقطه عشان وقت الفاصل الله يخليكم. النقطه الاهم طلبوا من كارينيو ان يوفر هذه العناصر في عمله ووافق. السؤال اللي نطرحه الجوله الثالثه الجوله الرابعه اخفق كارينيو الغي عقد كارينيو. الفريق اللي معه بيبقى ولا بيروح؟ بيروح زي ما صار مع كونتيرا زي صار ما يصار. الخطا اللي وقع فيه اداره النصر لو انشات اداره فنيه ووظفت في هذه الاداره الفنيه بعقود مع النادي مباشره مش مع المدربين ولا لها علاقه المدرب في الاداره الفنيه مش لجنه فنيه انسى حاجه اسمها اللجنه الفنيه. اداره فنيه موجود فيها الراصد والمحلل والتكنيكال والمجموعه الفنيه اللي دائما تدعم عمل المدير الفني. لو راح كارينيو بكره هذه الاداره ستبقى. انا اتحدث عن انماط اداريه يجب ان تغير جزء من حاله الديون طيب وجزء من حاله الاخطاء اللي حدثت في الانديه الاخطاء القانونيه والاجرائيه كانت بعدم وجود والمشرف العام كره القدم لو راح الكارينيو ماشي وجود طيب. الوجود في النمط الجديد للكره الانديه لا اسالك لو راح الكارينيو يرحل من هو او اي مدرب ما له علاقه المشرف 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 فرد يجب ان نلغي من ذهنيتنا عمل الفرد في الانديه ماشي ارجع الى الاداره انشئ اداره شؤون اللاعبين أوكي. هذه الاداره يعني مرتبطه باللاعبين بشكل مباشر في حقوقهم في دواماتهم في اجازاتهم في يعني ترتبط مع الاداره الفنيه ترتبط مع يعني زي الاتش ار ما عاد وجود طيب ترى بنفس مهام واضح واضح مدير الفريق طارق واضح. بعد الفاصل ان شاء الله حنسمع من عبد الكريم الجاسر وفواز الشريف في جزئيه ايضا تتعلق بهذا الامر وايضا بقيه المواضيع. عندنا فهد المولد وعودته في اجازته الان الى السعوديه ولقاء المستشار ايش قال له وايش قال ايضا العادل عزت رئيس الاتحاد القدم. بعد فاصل قصير ابقوا معنا.